السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب في قناة ميديكس فيت فور أرب. هتكلم النهاردة إن شاء الله عن موضوع مهم جدا جدا وبتردد كتير جدا، وللأسف بيحصل فشي فيه كتير جدا. كل المواقع تقريبا بتنقل من بعض، ألا وهي أضرار العادة السرية، أضرار العادة السرية، أضرار العادة السرية، دي عادة بنت وسخة. تيجي تسألني هل العادة السرية بتأثر على كمال الأجسام ولا لأ؟ هقول لك لأ. هل بتأثر على النمو العضلي ولا لأ؟ هقول لك لأ. هل بتأثر على هرمون النمو التستوستيرون ولا لا؟ هقول لك لا. هتقول لي انت بتشجع على العاده السريه ولا ايه؟ هقول لك اكيد لا، بس اسمع الفيديو للنهايه وهتعرف ان شاء الله ان العاده السريه ولا بتاثر ولا بتميل اي حاجه على كمال الاجسام. اولا نيجي نتكلم بس عن الاساطير والخرافات اللي الناس بيقعدوا يقولوها على العاده السريه. مثلا اول حاجه اللي يقول لك العاده السريه بتجيب عمى، يا اخي والله ما بتجيب عمى. تاني حاجه ملهاش علاقه بتاتا واطلاقا، واي حاجه بحب الشباب ملهاش اي علاقه. اللي يقول لك يا باشا رجلك بتزيق ليه؟ ابني بتزيق ليه؟ عشان اي حد في مرحله المراهقه بيكون النمو بتاعه بيزيد، ما بتأثرش على الجسم حتى. واللي يقول لك بنجك اعلى من بنجي يبقى انت بتضرب تيت، اي كلام بيحصل واي فتي بيحصل. رابع حاجه ايه اللي يجي يقول لك بتسبب النحافه؟ نحافه هو اي كلام وخلاص بيتقال. انت لما بتيجي بتمارسها بتفقد حوالي من 50 ل 200 سعر حراري، يعني السعرات دي يمكن تعوضها بكحكه بس. يبقى ازاي بقى بتسبب النحافة؟ نيجي بقى لبعض من تأثير العادة السرية. اول حاجة هتقلل عندك المتعة لما ان شاء الله تيجي تتجوز. تاني حاجة كترها بيسبب تضخم في البروستاتا، ولا قدر الله يمكن يحصل لك سرطان في البروستاتا. تالت حاجة حرقان عند التبول. رابع حاجة بتأثر على نفسية اللاعب. نيجي بقى لتأثيراتها الايجابية المؤقتة، وركز على المؤقتة. اول حاجة بتفرغ الرغبة الجنسية لفترة معينة مؤقتة. تاني حاجة مزاجك بيتعدل، لان المخ بيفرز فرازات كده بيخلي مزاجك يتعدل مؤقت برضو. تالت حاجة بيحصل لك استرخاء وتكون عاوز تنام بسبب فرازات المخ زي ما انا قلت. وهقول لك كذا مرة انا مش بشجع على العادة السرية خالص، لانها والله ولا لها اي 60 لازمة. بس في حاجة عاوز اقولها، لو انت افرطت في العادة السرية بدون ما تعوضها باكل او بتنظيم غذائي كويس، بالتالي هتقل، بالتالي هتنحف. ليه؟ لانها زي اي مجهود بتعمله، جري، تمرين، اي حاجة، ومش هتزيد فعلا. نيجي بقى للسؤال الاساسي والمهم، هل بتأثر على هرمون التستوستيرون او هرمون النمو؟ لا. ليه؟ هقولك لانها ما بتقلتش هرمون النمو عندك ولا حاجة، ولا بيحصل تغييرات كبيرة، مجرد من 5 ل 25% بس التغيير اللي بيحصل في جسمك، وسريعا جدا معدلات الطبيعية لجسمك بترجع تاني. يعني مثلا لو جبنا اتنين شخصين بيلعبوا نفس التمارين وبياكلوا نفس الاكل وبيناموا عدد ساعات النوم نفس الساعات، بس الفرق ان في واحد بيمارسها وفي واحد ما بيمارسهاش، هل هتأثر على هرمون النمو للي بيمارس العادة السرية؟ مش هتأثر تماما، لان زي ما قلت لكم ما بيحصلش تغييرات كبيرة خالص. عموما القصف ما بيأثرش على هرمون التستوستيرون، لان في العلاقة الجنسية كده كده انت بيحصل لك قصف، فهي نفس فكرة العادة السرية. بس زي ما قلت لكم في الاول، هي العامل النفسي هو اهم حاجة في الموضوع ده، وده فعلا اللي بيأثر عليك. نيجي بقى حاجة المهمة تكرارها، زي ما بسمع كده في ناس بتعملها مرتين وثلاثة واربعة وخمسة في اليوم، مش عارف ازاي. ده فعلا اللي هيأثر عليك، لانك بتفقد سعرات حرارية كتيرة جدا، بتفقد مجهود، وبتعمل طاقة بدنية عالية جدا، فبالتالي مش هتزيد الا ببطء شديد جدا. وفي النهاية عاوز اقول حاجة لتالت او رابع مرة، انا مش بشجع على العادة السرية، ربنا يهدينا ان شاء الله. وحاول على قد ما تقدر ما تعملهاش، لانها فعلا والله 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 ملهاش اي 60 لازمة. واحب اقول للبنات اتقوا الله. لو عجبك الفيديو وحس انك استفدت منه حاول تفيد بيه غيرك، وكودي الامر في الموضوع ده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم في فيديوهات تانية.